بسم الله الرحمن الرحيم. تطرقنا في الدرس الأول إلى كيفية إنجاز الرفع الطبوغرافي في الموقع. تخضع النقاط الطبوغرافية إلى عملية تصحيح من طرف المساح الطبوغرافي، وبعد هذه العملية يتم إنشاء جدول به 5 خانات على أقصى تقدير. الخانة الأولى تحتوي ماتريكيول النقطة، والخانة الثانية تحتوي إكس النقطة أو فاصلة النقطة، الخانة الثالثة تحوي إيكغريك النقطة، والرابعة تحوي زد النقطة أي منسوب النقطة، أما الخامسة فهي تحوي كود أو عائلة النقطة. ففي هذه الحالة مثلا الكود عبارة عن كود أون شيفر، يعني كود رقمي وليس حرفي. يسمح برنامج كوباديس بإدخال النقاط الطبوغرافية المصححة في الوضعية الموافقة للفاصلة والترتيبة والمنسوب لكل نقطة، ويعرضها على الشاشة في برنامج أوتوكاد، وذلك عبارة عن بلوك بوان، عبارة عن بلوك بوان توبوغرافيك، كل نقطة تمثل أن بلوك. تتم هذه العملية باستعمال ملف النقاط الطبوغرافية، فمثلا هذا ملف نقاط طبوغرافية، وهذا كذلك عبارة عن ملف نقاط طبوغرافية، حتى هذا هو عبارة عن ملف نقاط طبوغرافية. ملف النقاط الطبوغرافية ينجز من طرف المساح الطبوغرافي آليا. تتعدد أنواع ملفات النقاط الطبوغرافية، ولكننا سنتطرق في هذه الدورة فقط إلى نوع واحد منها، وهو الملف الذي يحمل الوصلة .txt، الذي يحمل الوصلة .txt، يعني هو عبارة عن ملف، وعبارة عن ملف document text أو block point، document text أو block note أو block note، تجدونه في الويندوز، في الويندوز 8 يدعى document text، وفي الويندوز XP يدعى بلوك نوت، يدعى بلوك نوت. الملفات ذات هذه الوصلة، الملفات ذات هذه الوصلة أي .txt أو البلوك نوت أو الدوكيمنت تكست، بها نوعين أساسيين يتعامل معهما البرنامج عند إدخال النقاط الطبوغرافية، هما الشكل كولون والشكل سيبارات، هو الشكل كولون والشكل سيبارات. الشكل الطبوغرافي هو عبارة عن شكل رقمي تعتمده فقط بعض الأجهزة الطبوغرافية، ويتم قراءته آليا من طرف البرنامج. نحن سنهتم كثيرا في هذه الدورة بهذين الشكلين، الشكل كولون والشكل سيبارات، وهما الشكلين اللذين يعتمدان بصفة أساسية في معظم الدراسات المتعلقة بالطريقة ومعظم الرفوع الطبوغرافية. يتميز الشكل سيبارات أو سيباراتور بأن كل القيم، أي قيم الماتريكول والإكس والإيكغريك والزاد والكود، تكون مفصولة برمز معين، قد يكون إسباس أو قد يكون سلاش، كما قد يكون عبارة عن نقطة أو فاصلة أو فاصلة أو فاصلة منقوطة إلى غير ذلك من الرموز ذات الدلالة على فصل كل قيمة على القيمة المجاورة لها. إذن كل قيمة تتميز بسطر معين ووضعية معينة، يعني لديها سطر ووضعية، سطر ووضعية وليس عمود، سطر ووضعية فقط. على خلاف الشكل الثاني وهو كولون، يتميز النقاط وتتميز القيم بأعمدة، كل القيم تكون مرتبة على حسب أعمدة معينة، كل عمود يدل على
قيمة معينة، فقيم على قيم معينة، فقيم الماتريكيول تكون مرتبة في العمود الأول، وقيم الإكس تكون مرتبة في العمود الثاني، وقيم الإيجالات تكون مرتبة في العمود الثالث إلى آخره. ننصح بشدة باستعمال الشكل سيباراتور، لما له من السهولة في التعامل مع البرنامج كوفاديس وكذلك لانتشاره في الوسط المهني. يجب أن نتعرف مسبقا على نوع وشكل ملف النقاط، وذلك لمعرفة كيفية التعامل معه بواسطة البرنامج.